واضح جدا حتى لعمي البصيرة بأن مصلحة البلاد من تؤخرهم عن مسعاهم، وواضح جدا بأن لا مصلحة لديهم يسعون خلفها، كما يبدو واضحا أن العراق همهم ويهمهم وهم يهتمون للوطن دون مقابل أو حتى ثمن. المهم أن تجري السفن بمن ومن. وين الفطن؟ أغلبية صدرية أم توافقية إطارية أم بين بين؟ فكل شطن بلا وزن مواطن ووطن. أحكي عني وعن تلك لغة الحن والبن، ربما تجدي إذن دون حاجة لإذن أو تجد لها أذن. المهم أن لا يقال في الحكاية إن، ونحن مستهدفون منذ زمن. نحن حماة الوطن، وكل شطن بلا وزن قد قالها أبو العدس وأم اللبن. كل ذلك وصدع في صدانا.